رعى سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني انطلاق فعاليات ومعرض قمة البحرين للمدن الذكية بنسختها الخامسة. نعم، ويشارك في هذه النسخة ما يزيد على 250 ممثلا عن القطاع الحكومي والخاص، إلى جانب حضور نخبة من المهندسين والاستشاريين والأكاديميين وذوي الخبرة والاختصاص في قطاعات التكنولوجيا والاستدامة والمدن الذكية من داخل البحرين وخارجها. حلة إشراقية وانطلاقة استثنائية لقمة البحرين للمدن الذكية وبإطلالتها الخامسة، قدمت نفسها من جديد لتعلن عودة الفعاليات والمؤتمرات التي ستبدأ البحرين باحتضانها وتنظيمها حضوريا بعد الانفراجة التي طرأت على الوضع الوبائي في المملكة وبقائها ضمن حدود المستوى الأخضر. قمة تأتي بعد غيابها الذي دام أكثر من سنتين بسبب وباء كورونا، لتعود مجريات طرح المحاور ومناقشتها بأسلوب وجاهي تتباحث فيه عقول المشاركين وتضع خبرتها وجل كفاءتها في كيفية الاستعانة بالعولمة وما أفرزته التكنولوجيا العصرية من تقنيات تقود إلى نماء المدن الحديثة وتطورها قياساً بأحدث النظم والحلول الذكية المتبعة فيها والمتمثلة في تطبيق أدوات التحول الرقمي وتوظيفها في آلية عمل القطاعات الحيوية التي تضمها. جذب القطاع العام والقطاع الخاص مع بعض والتعرف على التجارب العالمية في مجالات المدن الذكية، استخدامات الطاقة، خفض الطاقة، استخدامات المباني الخضراء، تصنيف المباني على أساس استهلاكها للطاقة وخفض استهلاك المياه، والتعرف على الخبرات العالمية في مجال إدارة المخلفات والتدوير. معرض مصاحب لقمة البحرين للمدن الذكية يظهر أبرز ما توصلت إليه العولمة في مجال تقنية المدن الذكية وتطبيقاتها المستحدثة. مشاركتنا اليوم في معرض المدن الذكية يؤكد أن أهمية المدن الذكية والاستدامة الاجتماعية والاستدامة البيئية والاقتصادية لديار المحرق. بالنسبة لنا هذا شيء مهم، وهذا الشيء اللي هو ينعكس على رؤية البحرين في 2030. صراحة في أول يوم من قمة البحرين الذكية التمسنا حلول ذكية تقدمها الشركات الموجودة هنا في البحرين، وكذلك ارتئينا وشفنا توجه قيادي كبير على مستوى الوزارة واللي يمثلونها بالتوجه نحو الحلول التقنية اللي تساعد في الارتقاء بمعيشة المجتمع وكذلك تساعد في الارتقاء بالبنية التحتية لدولة البحرين. وعلى مدار يومين متتاليين سيسعى أكثر من 250 مشاركا من داخل البحرين وخارجها من القطاعين الحكومي والخاص، من مهندسين واستشاريين وأكاديميين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في قطاعات التكنولوجيا والاستدامة والمدن الذكية، وعبر أطروحات 40 متحدثا فيهم يتجولون في 20 ورقة عمل عبر 10 جلسات نقاشية إلى البحث في مستقبل الطاقة المستدامة وحلول إدارة المخلفات وفي تكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى تسليط الضوء حول مبادرات مملكة البحرين في تطبيقات المدن الذكية وغيرها الكثير. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.